استاذه اميمه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور لو سمحت، انا عندي 61 سنه. ايوه. وعندي روماتويد وعندي غده وعندي ضغط. نص الركبه عندي، انا عندي مفصل الشمال الانكل من تحت معوج بسبب الروماتويد. اتعوج فعلا. لكن مفصل الركبه اليمين اللي هو كانت رجلي سليمه اللي بمشي عليها ابتدى يوجعني جدا وابتدى يعمل لي الم جامد، ما بقدرش يعني حتى دلوقتي اصبحت ايه ممكن اشيله عشان احطه على السرير او اشيله عشان ادخل عربيه. فمش قادره خالص ولا انام الناحيه دي ولا الناحيه دي. المهم ان انا عملت اشعه رنين على ركبتي امبارح بالصوت الروماتويد قالت لي ده المفصل بايظ خالص، يعني رباط الصليبي مقطوع وفي خشونه متقدمه وفي الغضروف كمان متآكل بتاع الركبه. فدلوقتي بتقولي مفيش قدامك غير ان عمليه مفصل. تمام. فمش عارفه او تعيش على المسكنات. فقلت اسال حضرتك. هقول لحضرتك حالا وسؤالك رائع جدا وانا هطمنك ما تقلقيش. احنا هنا بنتكلم عن مفصل مصاب بروماتويد، وممكن ما يكونش بس الروماتويد ده، روماتويد مع تقدم في السن شويه مع اصابات كانت متكرره جوه المفصل. المهم ان احنا دخلنا في مرحله من مراحل الخشونه، وزي ما الدكتوره قالت لحضرتك الخشونه متقدمه، يعني الاماكن اللي اتقشرت في سطح الغضروف الابيض ده القرقوشه البيضاء اماكن كتير، وبدأ كمان ده بيعمل ألم، والألم بيعمل يعني بيعمل نوع من ايه، يخليني انا عامل ماسك نفسي مش قادر اتحرك قوي، اشيل هم ان انا اتحرك مسافات حتى لو مسافة قصيرة، وده بيخليني ما اقدرش اتحرك، فيبدأ فترات اعادي في مكاني او السكون تبقى اكتر، وده يزود الوزن اكتر، فندخل في مشكلة أكبر إن إحنا جسمنا مش قادر يشيلنا وندخل في مشاكل كتير، وقلة الحركة ده بيقلل كمان قوة العضلات، فحتى لو عملنا عملية تغيير مفصل بعد ما تكون العضلات دي ضعفت بتبقى استفادتنا منها أقل قوي. أنا أنصحك إن إحنا نبدأ بالعملية، العملية سهلة جدا وموضوع سهل خالص وهتحسني عليه جدا.